أهلا بحضراتكم من جديد. يبدو أنه قطار التطبيع مع الكيان الصهيوني وصل إلى المغرب بالفعل، وده اللي كشف عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واللي أعلن عن اتفاق المغرب والكيان الصهيوني على تطبيع علاقتهم في اتفاق تم التوصل إليه بمساعدة الولايات المتحدة. من جانبه رحب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو باتفاق التطبيع مع المغرب، ووصفه بأنه ضوء عظيم آخر للسلام على حد تعبيره. ومن جهته الديوان الملكي المغربي قال إنه استئناف الاتصالات الرسمية والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في أقرب الأجال، وأكد الديوان إنه ترامب أبلغ الملك محمد السادس باعتراف واشنطن لأول مرة بسيادة المغرب على الصحراء. وتعد المغرب طبعا رابع دولة عربية تطبع علاقتها مع إسرائيل مؤخرا بعد الإمارات والبحرين والسودان. خلونا نعرف أكثر تداعيات ودلالات هذا الاتفاق مع ضيوفي، معي عبر سكايب الأستاذ أحمد ويحمان رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، وعبر سكايب الأستاذة شامة درشول الكاتبة والباحثة الإعلامية المغربية. أهلا بكم ضيوفي الكرام، وخليني أبدأ مع حضرتك أستاذ أحمد ويحمان حول دلالات هذا الاتفاق، خاصة أنه في وقت بيشهد فيه قطار التطبيع وتيرة متسارعة قبل أن يترك دونالد ترامب منصبه في البيت الأبيض. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما حدث اليوم هو مصيبة حقيقة حلت بالمغرب، ذلك أننا في المرصد المغربي لمناهضة التطبيع وفي كل الائتلافات المناصرة للقضية الفلسطينية والمناهضة للاختراق الصهيوني كنا نتتبع منذ سنوات الضغوط التي على الجانب الرسمي ويعني صمود القرار الرسمي إزاء هذه الضغوط الكبيرة، وكان الاستثمار للإدارة الأمريكية وكذلك للكيان الصهيوني في أفق أن يبدأ الانهيار من الرباط وليس من الإمارات، ولكن كانت هناك ممانعة وكان هناك يعني مواجهة لهذه الضغوط، لكن للأسف في الربع الساعة الأخيرة من الإدارة الأمريكية ومن ترامب سقط الموقف الرسمي هذه السقطة المؤسفة، والشعب المغربي موقفه واضح، وأدبيات الأحزاب السياسية والمركزية النقابية والجمعيات المدنية تتضمن في أدبياتها أن القضية الفلسطينية بالنسبة للمغاربة قضية وطنية، شأنها شأن قضية الصحراء واستكمال الوحدة الترابية، وبحت حناجر المغاربة بشعار في مسيرته المليونية تضامنا مع الشعب الفلسطيني في أكثر من سبب لشعار التطبيع خيانة، فلسطين أمانة والتطبيع خيانة. ولذلك فما حصل اليوم هو أمر مؤسف ونحن نرفضه وسنقاومه ونواجهه بما يستقبل من الأيام، لأن الكيان الصهيوني لا يعرف معنى للسلام ودعا رغبته في ذلك، وربح 27 ويزيد ما يزيد عن ربع قرن من الوقت لقضم الأراضي وفرض الأمر الواقع وتوسيع المستوطنات. طيب، لكن صحيح أنه الشعب المغربي من أكثر الشعوب العربية المحبة لقضية فلسطين والمتأثرة بها، لكن هنا أستاذ محمود المرداوي القيادي بحركة حماس أهلا بحضرتك معنا، وخليني أفهم أيضا لماذا يتجه قطار التطبيع بعد أن كان سائرا في اتجاه الخليج ثم معرجا على المشهد السوداني، لماذا يذهب ناحية الشمال الأفريقي والدول العربية التي يعتبر شعوبها أيضا ليس تقليلا من الشعوب الأخرى لكن من أكثر الشعوب المتأثرة، وقضية فلسطين تعتبر متأصلة في وجدان الشعوب المغاربية، لماذا في هذا التوقيت؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيوفك الكرام. لا شك أن الشمال الأفريقيا كان ولا زال من حيث التأييد والمحبة والوفاء للشعب الفلسطيني ولقضيته متميز، وكل المظاهرات في كل العواصم العربية في شمال أفريقيا كانت مليونية وعبرت عن صدق الوفاء للقضية الفلسطينية ويعني الاستعداد الكامل للوقوف إلى جنب الشعب الفلسطيني بكل الوسائل.
وحتى في الجانب يعني الدعم السياسي والمالي وفي جوانب أخرى لم ينقطع وتميز عن باقي الأماكن، فبالتالي العدو الصهيوني يشخص أين يعني الأماكن المهمة من ناحية جوهر البحث عن صنع الوجود لهذا الكيان. يعني استطاع وتمكن من اختراق منطقة الخليج مستغلا يعني الولايات المتحدة ووجود ترامب وتخوف غير حقيقي من إيران، استغل باتجاه مقايضة الدفاع عن هذه النظم والحكام مقابل أن تقر بالاحتلال محتلا قاتلا مهودا مستوطنا مقطعا لأوصال الضفة الغربية ومحاصرا لغزة. هذا الاعتراف على هذا الأساس، فبالتالي كل دولة للأسف الشديد من الدول التي تم اختراقها قويضت قضايا ومصالح تخص الدولة، لربما نحن كفلسطينيين وعرب وأحرار في العالم كله نؤيدها ونقف إلى جانبها، لكن ليس من المعقول ولا المنصف أن تأتي على حساب الشعب الفلسطيني ودمه وقضيته وقدسه. ثم هذا لا يعبر ولا يعكس إرادة الشعوب التي يعني استطاع العدو أن يصنع اختراق من خلال الحكام فيها، يعني السودان ثم الإمارات. الإمارات سلام، تعقد سلام يعني وتطبيع غريب عجيب وكأنها خاضت معارك مع العدو الصهيوني، فهذا يعني بالفعل مؤلم جدا ومرفوض من الشعوب يعني في داخل الدول. ثم العدو الصهيوني يستطيع أن يشخص من أين يدخل، وهذا الانتقال فعلا من الخليج إلى شمال أفريقيا لم يأتي عبثا، إنما المقصود منه يعني الدخول إلى هذه المنطقة ومحاولة العبث فيها لاعتبارات استراتيجية تتعلق في أمن دولة الاحتلال، ثم تحقيق مصالح لنتنياهو ذاته نفسه في هذه الانتخابات، خاصة أن المغرب في الكيان جالية تعد الأولى في تعدادها، ولربما إما الأولى أو الثانية بعد الروس، فبالتالي قوة انتخابية عالية أو يريدها من ناحية شخصية لدعمه في الانتخابات. ثم استراتيجية، هذه المنطقة شكلت خطر ولا زالت في الوعي العربي، وهي جدار عالي حامي للرفض لوجود هذا الاحتلال على أرض فلسطين بأي شكل من الأشكال.